طيب عندنا بيانين، البيان الاول من المصريين الاحرار، غرفه عمليات المصريين الاحرار، وبتكلم عن توفير سيارات من حزب المصريين الاحرار لنقل الناخبين الى اللجان، و ثم بعد ذلك بتتكلم على يعني تقييمها لبعض اللجان ما بين متوسط وكثيف وضعيف، وده الحقيقه الحال في مصر كلها، يعني في كل المحافظات المصريه عندنا محافظات كثيفه، لو نرجع للصوره محافظات كثيفه في بعض اللجان، محافظات متوسطه يعني دي مثلا محافظه كثيفة، محافظات كثيفة في بعض اللجان، محافظات لجان متوسطة، لجان ضعيفة، عندنا كل الأنواع. فيعني يا جماعة عشان بس نبقى بنقول إن هذه كاميراتنا، دي الصور اللي بتجيلنا، دي شبابهم شباب بس عشان إيه ما حدش يقول لنا إن ما فيش شباب. شباب طيب، شبابهم بينتخبوا وشابات، وانا يعني ايه سعيده بالشابات اكتر من الشباب، لانهم الحقيقه بيضيفوا بهجه كده لعمليه التصويت. شباب او شباب ده ولا مش شباب؟ طيب معانا يعني قبل ما نقرا البيانات نسمع الفنانه الجميله صابرين. صابرين مساء الخير. مساء الفل يا لميس، هو احنا ما نتحسبش مش شابات ولا ايه يا لميس؟ انت شابات طبعا يا صابرين، ليه كده كلنا شابات. بصي يا لميس، مساء الفل والفرح والابتسامه اللي دايما احبها على وشك يا لميس. لا اوعي لميس اهو جدا. كل ما بشوف الناس ببتسم، لما الاقي الدنيا فضيت بكتئب. لا اوعي. بصي 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 يا لميس، عايز اقول لك على حاجه، انا كنت سامعه المكالمه بتاعت خالد يوسف. ايوه. امال ازاي احنا مالناش كتالوج؟ يعني مش لازم الشعب المصري ده يوريكي ابداعاته ولا ايه يعني؟ انت مش واخد على كده يا لميس ولا ايه؟ ايوه مش لازم تبقى قايله ايه ده؟ ازاي ده حصل؟ مش هو لازم يعمل الحركه دي ولا ايه؟ طبعا هو بالسهل كده كل مره. لا ده حقيقي، واحنا منتظرين يعني ان هم دايما يبهرونا. بس احنا طماعين الحقيقه. شوفي بجد بجد، بنشكر كل فرد نزل امبارح. ده حقيقي، بنشكره من كل قلوبنا، اذا كان راجل كبير، اذا كان راجل شاب، اذا كانت شاب، اذا كانت بنت، اذا كانت انثى، اذا كانت ست. بصي ستات طبعا يعني صراحة، لان فعلا الست اذا كانت بتنزل فرحانه يا لميس كان عندها وجع قوي، وجع على وقتها وعلى المستقبل وعلى مصر وعلى ما اللي بينزل وقت، مش بينزل لمرشح، اللي بينزل بينزل لمصر، لمصر، عارفه ازاي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الاهم من ده كله، في اعجاز الشعب المصري من الساعه 5 وانا وانت يا لميس اهو، ونبقى تكلمينا تاني. احنا مترهنين اساسا في الاستوديو على الارقام هنا، يعني كل واحد عن بينا رهانات، وهتخشي معانا في الرهان يا صابرين. بص يا لميس، انا بقول لك من الساعة 5 ل 11 بالليل العالم هيذهل بهذا الشعب، لازم يا لميس تيجي على اخر وقت ويقول احنا هو. انت بتهزري ولا ايه؟ ده حقيقي. ملوش كتالوج، ملوش كتالوج، شعب مبهر. شكرا لكل من نزل وادى صوته، وشكرا ليكم كلكم كاعلاميين، وشكرا لكل اللي بيحب شعب مصر واهل مصر وارض مصر وتراب مصر. يلا يا لميس، ونلتقي ان شاء الله. يلا يا جماعه صابرين هتخش معانا في الرهان، احنا عندنا رهانات بارقام يا جماعه بصراحه يعني، بس مش على فلوس. بصي بكل اللي انتوا عايزينه يعني. ميرسي يا صابرين، بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقه دي فرصه ان احنا فعلا نشكر كل الناس، يعني احنا قاعدين نقول يا جماعه انزلوا يا جماعه انزلوا، عايزين ارقام كبيره، بس احنا ما شكرناش الناس اللي نزلت، الرجاله والستات والبنات والولاد وكبار السن وصغار السن. الحقيقه انه هؤلاء يجب ان نشكرهم شكرا جزيلا على كل اللي عملوه، الجيش والشرطه والقضاه، عشان القضاه ما يزعلوش وانا ما بحبش ازعلهم ابدا، والقضاه اللي عملوا مجهود، واللي انا عارفه انهم هيكملوا بمجهود كبير. وعلى فكره ده مش معناها انه لو سمعنا شكاوى من قضاه مش هنقول، هنقول برضو، لكن احنا محتاجينكم معانا النهارده، مش من اجل مرشح، من اجل مصر كلها، ومن اجل يعني هذا اليوم المهم جدا. الحقيقه انا شايفه ان في طبعا تزايد في الاعداد وفي حاله من الفرح. طيب نرجع تاني لبيان المصريين الاحرار. اذا المصريين الاحرار غرفه عملياتهم بتتكلم على يعني تصويت من متوسط الى ضعيف إلى كثيف في بعض اللجان في مختلف أنحاء الجمهورية. طب نيجي بقى في الحقيقة وصلنا أيضا بيان من العليا للانتخابات، وده غالبا رد على ما أثرناه حول الوافدين، أو العليا للانتخابات بتؤكد أن الأصوات التي طالبت، وياريت الأستاذ ضياء رشوان يبقى معانا عشان يسمع ما نقول. طيب أن الأصوات التي طالبت بفتح الباب للوافدين، وقالت
ان الوافدين دول 6 مليون، اين هم ال 6 مليون؟ كل اللي صوتوا كانوا 500,000 او 424,000، وفعلا هم محقين في ذلك. احنا فعلا قلنا ده، انه الوافدين اللي صوتوا في الدستور كانوا 424,000 فقط. طيب نيجي بقى لتوضيح العليا للانتخابات، ان عدم ادلاء الوافدين باصواتهم دون التسجيل المسبق سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها على الأقل في بعض الدوائر، بما يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا إضافيا للجميع. واللجنة تطلب ممن يطالب بإلغاء التسجيل المسبق أن يرد على مجموعة من النقاط. أول حاجة، إذا أدلى الوافد، طيب يا ريت يا أستاذ ضياء تسمعنا عشان ترد على العليا الانتخابات، أنت أقدر في ذلك. سامعني يا أستاذ ضياء؟ سامع حضرتك. طيب العليا بتقول والله يا جماعة انتوا قلتوا ان هم 6 مليون، لكن اللي صوت في الانتخابات فقط 424,000 في الدستور اللي فات، فيعني الرقم مش كبير قوي انه يستحق كل هذا الجدل. ده اول نقطة. طب تخليني ارد نقطة 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 نقطة، اتفضل. طب اللجنة العليا للانتخابات بتقول انه العدد مش 6 مليون، وانه 424 1000 ناخب. طب انا بقول للجنة العليا للانتخابات العدد اللي انت اديتيله الحق في التصويت هو 16% من اللي صوت فعليا المره اللي فاتت، وبالتالي حرمتي 84% من اللي مؤكد مشاركتهم اللي هم 424,000 مواطن من التصويت. وبالتالي احنا بنقول الارقام المؤكده. نعم. هنتكلم على ارقام زي اللي قالها مثلا اتحاد الغرف السياحيه، او ارقام زي اللي بتقولها وزاره القوى العامله، او الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. وانا اتمنى يكون الساده المستشارين الكرام على اطلاع على هذه المعلومات، اللي انا مش عايز ازايد وابالغ في الارقام، لكن على الاقل لدينا مؤكدا لا يقل عن 2 مليون مصري مقيمين خارج اماكن تسجيلهم واماكن وجودهم في اماكن عمل. طيب دي اول نقطه. تاني نقطة توضح العليا أن عدم إدلاء الوافدين بأصواتهم دون تسجيل المسبق للوافدين سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها على الأقل في بعض الدوائر، بما يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا إضافيا للجميع. تفضل. هذا كلام في الحقيقة أنا أستغرب، يعني صدور من لجنة هي لديها قانون فينا مادة واضحة، المادة 40، بتنص على أنه من حق الناخب أن يدلي بصوته ناخب الوافد في أي لجنة على مستوى الجمهورية، وإن هناك قواعد تنظيمية تضعها اللجنة. القواعد التنظيمية مختصة اللجنة حسب قانون الانتخابات الرئاسية، وبالتالي اللجنة عندما تغير في قواعدها هي صاحبة القرار الأصيل، ولا يملك أحد الطعن عليها. هل اللجنة نسيت أنها ليس هناك طعن أصلا على أعمالها إلا أمامها؟ القانون إداها حصانة إحنا اعترضنا عليها، لكن الآن اللجنة تريد أن تفهمنا أنها ليست لديها حصانة. نعم لديها حصانة، وهي إذا كانت مقتنعة بهذا الإجراء فهي صاحبة القرار الوحيد في أي طعن عليه. لا يوجد لدى أحد المرشحين أو لدى أي شخص آخر أي إمكانية للجوء لأي جهة قضائية، سواء كانت القضاء الإداري أو غيره، للطعن على قرارات اللجنة. السادة أعضاء اللجنة أنتم أصحاب القرار، لا يوجد إمكانية للطعن على الانتخابات. وأنا الحقيقة شايف إن ده تلويح غير يعني مفهوم. الانتخابات لن تعاد ولن تلغى الا اذا اللجنه نفسها ما كانتش مقتنعه بالاجراء القانوني، اللي انا بؤكد يا استاذه لميس على انه قانوني 100%. طيب النقطه الثانيه، بيقولوا نرجو منكم انكم تردوا علينا، هم نفسهم بيقولوا بيطالبونا بذلك، اذا ادلى الوافد بصوته في لجنته الاصليه ثم ادلى بصوته مره اخرى في احدى لجان الوافدين او في عدد من لجان من هذه اللجان، ما هو الضابط في منعه من ذلك، خاصه مع اقدام الرابط الالكتروني بكافه اللجان الفرعيه البالغ عددها 14,000 لجنه، وما هو ملحوظ من رغبه البعض في مقاطعه الانتخابات؟ فاذا سمح للوافدين بالادلاء باصواتهم دون تسجيل مسبق يترتب عليه استبعادهم من لجانهم الاصليه واستحاله تكرار التصويت، ما المانع ان يسارع هؤلاء المطالبين بالمقاطعه الى الادلاء باصواتهم عده مرات، ولن يستثنيهم عن ذلك بالقطع العقوبه الجنائيه المقرره لهذه الجريمه؟ اللجنة الانتخابات الرئاسية تعلم أكثر مننا، وهي أشارت في نهاية الفقرة دي إلى أن هناك عقوبة جنائية بتصل إلى السجن المشدد 5 سنوات. لكن وهي بتقول أن العقوبة الجنائية ببساطة أن في ناس هتحاول تبوظ الانتخابات، اللي بيحاولوا يقطعوها يعني أن هم يصوتوا مرتين وثلاثة عشان بعد كده يطلعوا ده قدام الإعلام وقدام الجهات الدولية ويقولوا الانتخابات مزورة. طيب عظيم. أولا العقوبة الجنائية ليست عقوبة بسيطة، لكن أنا برضه مش هرتكن إليها. أنا بقول للجنة قدامك إجراء محدد وهو خاص بالقارئ الآلي.
القارئ الآلي بيحدد الناخب اللي بيجي يصوت قدام لجنة الوفي، وهنفترض انه بكرة الخميس يوم الاربعاء هيسجل قدامها فلان الفلاني من المكان الفلاني في القرية الفلانية في المركز الفلاني في المحافظة الفلانية. لجنة الانتخابات الرئاسية تستطيع في كل لجان الوافدين اللي ممكن نقول انها هيوصل عددها ل 300 لجنة او 250 او 200 تعمل تصنيف لكل اللي صوتوا امامها، وهذا التصنيف يبقى بالمحافظة ثم بداخل المحافظة باماكن التواجد، وترسل هذه الاسماء اللي صوتت الى اللجان العامة في المحافظات في خلال يومين، واللجنة عندها 9 ايام لما تعلن النتيجة. خلال يومين كل محافظة هتفحص الاسماء اللي جات لها وتتأكد اذا كان هذا الشخص صوت في محافظته الاصلية او ما صوتش، اذا كان صوت استبعد صوته ويحال للمحاكمة الجنائية، وبالتالي لن يحتسب صوته ضمن الناخبين. بالاضافة لما ذكرناه قبل كده انه الاحتفاظ بالبطاقة، البطاقة تفضل يوم، لا يوجد مشكلة للمواطن ان البطاقة تفضل مع وصل يستلمها ثاني يوم. طيب هو بقى بيرد عليك في ده يا ضياء، بيقول ايه؟ ورد البعض وهم من القضاة مع الأسف بأنه يمكن ثقب بطاقة الرقم القومي للناخب حتى لا يدلي بصوته مرة أخرى، واللجنة تطالب سيادته بالرد على يعني ما هو مقرر من إتلاف بطاقة الرقم القومي يشكل جريمة جنائية، وهو ما يحول بين صاحب البطاقة واستخدامها مرة أخرى إلا إذا استخرج بطاقة أخرى. فهل إجراء استخراج بطاقة أمر سهل من تسجيل اسم الناخب الراغب في تغيير مقره الانتخابي؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى القانون يسمح للناخب بإثبات شخصيته إما ببطاقته أو بجواز السفر، فهل هناك ما يحول بين الناخب وإدلائه بصوته مرة أخرى بجواز السفر إذا ما تم ثقب البطاقة؟ طب أنا في الحقيقة يعني مستغرب للغاية. أولا ثقب البطاقة ما كانش ضمن الاقتراح اللي أنا قدمته. ثانيا لا ترى اللجنة ممكن تدلني على كم ألف مواطن في مصر عندهم جواز سفر مميكن؟ ثانيا احنا بنقول اقتراح محدد والاقتراح متكامل، ما بنقولش ثقب البطاقة، بنقول احتفاظ نميس. انت لما حد فينا بيدخل لأحد الأماكن الخاصة أو لبعض الحفلات أو غيره يترك بطاقة هويته، صح؟ احنا بنقول احتفظ في اللجنة بالبطاقة بوصل ويستلمها المواطن اللجنة أو باسم الشرطة التابع ليه في نهاية التصويت. اثنين، انه القارئ الالي في الاقتراح الاولاني اللي قدمته كفيل بضبط سواء جواز السفر او البطاقه، لانه جواز السفر بيصوت بيه مذكورا فيه الرقم القومي، وبالتالي ان هو يعيد فرز الاصوات ويوزعها على المحافظات ويكتشف مين اللي كرر صوته، ده اقتراح كفيل باغلاق. وهو نفسه استخدم فيه لجان الوافدين المره اللي فاتت اللي كانت 141 لجنه القارئ الالي. يا سيدي خليهم المره دي 300 ويبقى عندنا 300 قارئ الي نقدر ومتوسط، هحسبها لك كلمات ببساطه، المره اللي فاتت كان في 424,000 اتصوتوا. هذا معناه على 26 محافظه ان احنا بنتكلم تقريبا في المحافظه الواحده حوالي 10-12,000 واحد من كل محافظه. لو وزناهم على مراكزها هيرسع المركز الواحد في حدود 800-1,000 شخص. دول من السهل فحص اذا كانوا صوتوا ولجانهم موجوده ومعروفه والكشوف موجوده في داخل اللجان في خلال يومين. وبالتالي لا بطاقة. بيرد عليك تاني بيقولك ادعى البعض ان من طلب تغيير موطنه الانتخابي طبقا لقرار اللجنة لم يتجاوز 67,000 ناخب، ولا ده الرقم اللي هم قالوه على فكرة يا ضياء مش احنا، واللجنة توضح انه مقارنة بمن ادلوا باصواتهم في الاستفتاء وكانوا حوالي 424,000 ناخب يخصم منه من قام بالتسجيل فيعتبر العجز 357,000 ناخب، وفات الجميع ان الرقم الاخير في حد ذاته لا يتساهل تعريض لا يعني ليس بقيمه لتعريض العمليه الانتخابيه حتى اللغه العربيه فيها مشاكل. لا يستاهل، هم عايزين يقولوا لا يستاهل، تمام؟ لا يستاهل، مش عارفه اللغه العربيه هنا سليمه، لا يستاهل تعريض العمليه الانتخابيه برمتها للبطلان كما اوضحنا فيما تقدم، كما ان هذا الامر لا يحول بين ان يقوم هؤلاء فعلا بالادلاء باصواتهم وان كانوا راغبين قطعا في ذلك في موطنهم الاصلي وفقا للاصل العام المقرر. طب معنى حلناها بالقارئ الالي، وهرجع اقول حاجه ثانيه يا لمين، هو القارئ الالي ده مش هو نفس اللي استخدم في الخارج لمنع التصويت في الداخل؟ صح. طب اذا كنا عرفنا نطبقه في 124 دولة مش هنقدر نطبقه في 27 محافظة؟ اللجنة الانتخابات الرئاسية عندها 141 لجنة على مستوى العالم في كانوا موجودين، واستطاعت بالقارئ الآلي نفسه انها تدقق بالارقام وتستبعد
من قاعدة بيانات الناخبين من صوت في الخارج، وعملت ده في فترة وجيزة. هذه الفترة الوجيزة نفسها متاحة لنا الآن. أما إنه القول إن المشكلة مش في 357 ألف صوت، أنا بقول للجنة ده وكأنه معرفة مسبقة بالنتيجة مني. طب آخر وآخر نقطة بقى، معلش هو بيان طويل شوية ضيع. طالب البعض بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أو صناعية معينة، وهو إن صح لا يحول دون تحقق المحاذير المنوه عنها آنفا وتعريض العملية الانتخابية للبطلان، فضلا أن اللجنة يسرت إجراءات التسجيل المسبق للوافدين بإرسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمها بالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، وتم استحداث لجان فرعية بتلك المناطق. بس لا، اولا البطلان احنا ردينا عليه، اللجنه سيدت قرارها. في امرين سياسيين مهمين انا لازم اقولهم في النهايه. الامر الاول لا يستاهل، لا يجب على لجنه الانتخابات الرئاسيه وهي مكونه من اهم واعلى واسمى قضاة مصر ان تضع نفسها في تناقض مع اللجنه العليا للانتخابات اللي ادارت الاستفتاء. اللجنه العليا اللي ادارت الاستفتاء اعطت الوافدين شروطا اخرى للتصويت، والدستور اعلى من اي رئيس، والدستور اهم من اي نظام سياسي، هو اساس النظام وهم اساتذه القانون وهم ايضا القضاء اللي بيعلموا قدر الدستور. فهل احنا تساهلنا في الدستور؟ هذا كلام خطير، لانه هذا كلام معناه ان احنا تساهلنا في الدستور وان احنا بنتشدد في الرئاسه، انه يكون هناك معايير واحده للجنه العليا للانتخابات وللجنه الانتخابات الرئاسيه. هذا امر غايه في الاهميه. الامر الثاني، انا بقول لك انه لدي معلومات الان بانه حملتي المرشحين حمدي صباحي وعبد الفتاح السيسي ليس لديهما مانع على الاطلاق من هذا المد، وهم اصحاب المصلحه الوحيده في الطعن بحسب القانون، وهذا ما يعرفه اصحاب اللجنه. الطعن ليس مباح ولا متاح لاي مواطن، وانا اظن انه خلال يعني الفتره القليله جدا القادمه هيكون هناك بيانين من الحملتين يؤكد ما اقول. لجنه الانتخابات الرئاسيه تعلم كرجال قانون ان القانون له غايه، وان هناك فلسفه للقانون، وان القانون ليس مجرد نصوص، وان الغايه من قانون الانتخابات الرئاسيه هو تنظيم انتخابات رئاسيه وليس تعطيل الانتخابات الرئاسيه. بس انا كل ثقه في اللجنه يا لميس، كل ثقه في انه هذا الحوار القانوني والسياسي اللي بيدور اللجنه هتستوعبه وهتستطيع انها تتدارك، والتدارك ليس عيبا، وانها تتخذ قرارات سليمه وسريعه. نعم، بما يلبي حاجه الشعب. بشكرك استاذ ضياء رشوان. يعني انا كان لازم اجيب حد اكثر تخصصا عشان يرد على هذا الكلام القانوني. تاني، مع احترامي الشديد لكل القامات في اللجنه، احنا مختلفين في هذا الامر، والخلاف لا يفسد للود قضيه. سياده اللواء احمد وصفي رئيس هيئه تدريب القوات المسلحه ايضا قال في تصريح على عهده اليوم السابع انه خاطب العليا للانتخابات الرئاسيه بتخصيص لجان المغتربين حتى يستطيعوا المشاركة في الإدلاء بأصواتهم. ومعي على الهاتف أيضا الدكتور خالد المناوي، رجع لنا تاني المتحدث باسم الاتحاد الغرف السياحية. دكتور خالد، هل عندك رد على كلام اللجنة؟ أيوة عندي رد، بس خليني عشان أنا يعني أوضح إن أنا إحنا بنكرم كل الاحترام للقضاء المصري وللجنة الانتخابية، عشان ما يتهمش إن إحنا بنهاجم اللجنة الانتخابية من أجل الهجوم. إحنا بنهاجم، بنختلف مع إجراء ولا نختلف مع أشخاص. لو نعلي الصوت يا جماعة، اتفضل. احنا بنكن كل الاحترام زي ما بقول للجنه الانتخابيه ولاعضاء اللجنه الانتخابيه والساده قضاة مصر العظام ولقضاء مصر العظيم. ده لازم يبقى قاعده عشان ما حدش يفهم زي ما حضرتك قلتي ان احنا لما بنختلف في الراي ان احنا بنهاجم القضاء المصري او حاجه. قضاء مصر فوق دماغنا قضاء شامخ، ولكن انا عندي اقتراح يسهل العمليه خالص خالص خالص، وهذا القرار في ايد اللجنه الانتخابيه. بكره افتحوا للوافدين فقط لا غير، لجنة في مرسى علم، لجنة في طابة، لجنة في الغردقة، لجنة في شرم الشيخ، وبذلك تضمن أن وجود لجنة واحدة في طابة والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والمدن السياحية يضمن لك أنك أنت مش هيروح لجنة تانية، لأن ما عندكش لجنة تانية غيرها. فافتح في كل محافظة، وفي القاهرة افتح لجنتين، اللي هيروح اللجنة مش هيلحق يروح لجنة تانية. أولا في كل محافظة سياحية في لجنة واحدة بس. بكرة افتح بكرة للوافدين فقط لا غير، وألبي طلبات الوافدين. بنرجوهم ونتوسل إليهم السابع أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، اللجنة المشرفة على الانتخابات، افتحوا بكرة بس للوافدين. في الحالة دي ما تقوليش بقى إنك أنت مش قانوني زي ما قال الأخ، والأخ ده يا رب، أخ العزيز ده يا رحمن رب، ما تقوليش بقى إنه هيصوت مرتين وهيصوت بالباسبور. لا، ده لجنة واحدة في الغردقة، لجنة واحدة في مرسى علم، لجنة في القصير، لجنة في سفاجة، لجنة في شرم الشيخ، لجنة في طابة،
القاهرة، لجنة في القاهرة في الجيزة، يعني في عمان لجنة واحدة، اللي عايز يروح من الوافدين وحريص فعلا هيروح اللجنة دي، وبذلك تضمن ان الراجل مش هيصوت مرتين في اي لجنة، نعم نعم قدام اللجنة مرتين. وبالمرة ومرة ثانية بنكن كافة الاحترام للسادة قضاة مصر العظام وللجنة الانتخابية العليا ودماغنا من فوق، كل اللي احنا بنعمله ده من اجل ان احنا نظهر كبلد بلد حضاري بنعطي المواطن المصري حقه الدستوري، وبنظهر قدام العالم بصورة حضارية ان احنا ما حملناش حاجة بصوت الانتخابي. نرجو ان يتقبلوا هذا الرأي بتاعه بكرة بس للوافدين فقط لا غير، لجنة او لجنتين في كل محافظة يروح الوافدين، وفي الحالة دي الكنترول يبقى سهل جدا ومش محتاج بقى فرق الكتروني ومش محتاج اي نهوض في لجنة واحدة في كل مدينة وفي كل محافظة. شكرا يا دكتور خالد، وده المشهد في شرم الشيخ يا جماعة. ارجو ان اللجنة يكون عندها يعني سعة صدر وتسمع رد المتخصصين على هذا الامر، والحقيقة احنا حذرنا منه منذ قرار اللجنة بتسجيل الوافدين، وقلنا لهم يا جماعة ما حدش هيسجل، حتى اللي سجلوا ما لقوش أساميهم في الكشوف. طيب نذهب إلى هنا ويعني نشوف الصعيد أخباره إيه يا جماعة، ودي كتلة مهمة جدا، 26% من التصويت في الصعيد. عوض الغنام اتفضل يا عوض. مساء الخير أستاذ لمين. سيبدو أن أجواء الانتخابات يعني تأثرت كثيرا بأجواء المناخ هنا في الصعيد الجواني، يعني مما زاد من نسبة الفطور في هذا التوقيت عند الظهيرة، وأقصد الفطور الانتخابي بالأمس واليوم. يعني المؤشرات كلها تجمع بأن هذا التوقيت الحياة يعني يبدو أنها متوقفة تماما، درجة الحرارة يعني أقل ما يمكن وصفها أنها في الخمسينات. لكن دعيني أنقل لحضرتك أستاذ لميس لماذا هذا الفطور السياسي بالنسبة لإقبال الناس على الانتخابات بالأمس، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد في صعيد مصر أن الوضع ربما يتغير خلال الساعات القادمة. أول إشكالية لدى الصعيد هنا تأكيدا لكلام حضرتك وضيوفك الكرام هي أزمة إلغاء اللجان الوافدين والمغتربين، لأن هذه اللجان لعبت دورا هاما في جلب عشرات الآلاف في الاستفتاء الماضي، خاصة أن جزءا كبيرا من سكان أهالي قنا وأيضا بلاد الصعيد الجنوب في حال الذهاب وإياب إلى مدن البحر الأحمر، وكثيرا منهم غير إقامته، وبالتالي ده شكلهم أزمة كبيرة بشكل واضح جدا. برضو سياسيا البعض من أهل قنا يرى أن هناك قد حنسوا بعهدهم في مسألة الدعوة للنزول للانتخابات، وأنا شخصيا لم أرى شخص سلفي سواء بذيه أو بشكله موجود على حتى مسافة قريبة من الانتخابات. تتذكرين معي يا أستاذ لميس أن هذا التيار قد عاهد أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية السابقة ولم يوفي بهذا الوعد، ويبدو أن جموع السلفيين ليسوا طائفة واحدة. ثالثا يا أستاذ لميس، وهذا هو الأهم، أن الحديث طوال الفترة الماضية عن حسن أحد المرشحين في الفوز بالانتخابات، الناس قالوا لي بصراحة هم أناس بسطاء، ما دام هذا الشخص سيفوز فلماذا أنزل ولماذا أضيع وقتي؟ وعلينا أن نحترم آرائهم في هذه المسألة. أما إذا سألتين عن السعيد ففي مسألة المشاركة في هذه الانتخابات أيضا لديهم تفسير مهم جدا أستاذة لميس، وأنا لاحظته من خلال جولاتي هنا في قنا. هم يرون أن فلول الحزب الوطني يعني يتقدمون الصفوف وهم الداعين وهم الداعمين، وبالتالي على إقبال الشباب على مسألة المشاركة في هذه الانتخابات. إليك أستاذة لميس. بشكرك يا عوض، يعني تحليلات مهمة. احنا في انتظار، والحقيقة انا شايفة اسيوط اهو لجان النساء، يعني تحية بجد لنساء مصر، يعني حر محر الست بتقف في الطابور بكثافة وبقوة وبصلابة وتمسك. يعني ايه، ما الحر ده واضح انه ايه بيأثر بس على الرجال، لكن الستات واقفين مفيش اي مشاكل. حر بقى، شمس، صهد، رطوبة، نساء مصر عظيمات في كل مكان، وكتير يعني انا عندي صور كتيرة جدا للطوابير للنساء. يعني الحقيقة ادي هنعرضها لكم كلها بعد قليل، وخلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا ونشوف أخبار، نتابع معكم أخبار المحافظات.